السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قانونية النيابية تحدد الفئات غير المشمولة بمقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية. أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب إدراج مقترح استبدال العقوبة بمبالغ مالية للقراءة الأولى، ما أوضحت أهداف القانون والفئات غير المشمولة. وقال عضو اللجنة رائد المالكي لوكالة الأنباء العراقية أن مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية قدمت من قبلنا وعرض على جدول الأعمال للقراءة الأولى. وأوضح أن فكرة القانون طرحت في عام 2019 من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يعطي فرصة للمحكومين للجرائم البسيطة التي لا تزيد عن حبس عن 3 سنوات مع وجود استثناءات لبعض الجرائم، ويمكن استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبالغ مالية على أن يبقى القيد الجنائي موجود لا يرفع عن المحبوس. وأضاف أن المبلغ بحسب ما جاء من مجلس القضاء الأعلى هو 50,000 دينار لليوم الواحد، ولكن وجدنا بأنه سيخدم أصحاب الأموال فقط، لذلك المقترح الحالي المقدم من اللجنة المالية هو 10,000 دينار فقط لليوم الواحد. ترى إلى أن المقترح فيه قيود كثيرة، وأهم بنوده عدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري والإتجار بالمخدرات، فضلاً عن عدم شمول من استفاد بالعفو العام سابقاً، والجرائم الأخلاقية من زنا المحارم والبغاء واللواط وسرقة الآثار واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت أو حيازتها أو تجارتها، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي تجسس، ومجموعة جرائم تصل إلى 12 جريمة وممكن زيادتها. وبين المقترح يشترط على تنازل الطرف الثاني ويبقى التسامح للحق العام، ويسدد ما بذمته للطرف الثاني إن كانت هناك مبالغ مالية للمشتكي، لافتا إلى أن المقترح فيه جانب إنساني وتخفيف الأعباء المالية وإعطاء فرصة للمشمولين. ولفت إلى أن المقترح يشترط على أن يمضي 3 أشهر للمحكومين حاليا، ولا يشمل ما بعد نفاذ القانون حتى لا يستغل من بعض المجرمين القانون ويرتكبوا الجرائم ويخرجوا بمبلغ مالي. لذلك القانون يشمل فقط المحكومين الذين مضى على نفاذ محكوميتهم 3 أشهر فأكثر، منوها بأن القانون فيه شرطان: الأول أن يقدم طلب من قبل السجين، والثاني يقبل القاضي بالشمول وفق تقدير المحكمة. غرب منع تغيير لون عيون العراقيين وحصر العمليات بالترميم في وثيقة. أصدرت نقابة أطباء العراق قرار يقضي بمنع استخدام عمليات تغيير لون العيون لغرض التجميل وحصرها لأغراض ترميمه فقط. وبحسب وثيقة من النقابة بتاريخ 11 من شهر أيار الجاري، إنه بناء على الآراء العلمية الواردة من الجامعات العراقية حول عمليات تغيير لون العين باستخدام الليزر العدسات المزروعة داخل العين، نبين أن عملية تغيير لون العين سواء بالليزر أو بزرع العدسات هي خارج القانون وغير مجازة غرض التجميل لما تنطوي عليه من مخاطر. أضاف أن هذه العمليات يجب إجراءها من قبل طبيب اختصاص عيون حصرا وليس طبيب التجميل، لأنها عملية خاصة.